السلام عليكم ورحمة الله، حبايبي الحلوين وأصدقائي الشاطرين، معكم مستر سعيد بدوي، وأنت دلوقتي بتتفرج على قناة ليرن سمارت على اليوتيوب، أو إذا كنت بتتفرج على الفيسبوك فبتتفرج برضو على صفحتي على الفيسبوك ليرن سمارت. وإحنا لازلنا في السلسلة بتاعة تعليم كتابة الحروف ونطق الحروف وشكل الحروف. معانا النهاردة حرف دي، وحرف الدي أيضا has three aspects: شكل الحرف، اسم الحرف، وصوت الحرف. شكل الحرف هنشوفه دلوقتي، وله شكلين: كابيتال ولور كيس لتر، كابيتال لتر لور كيس لتر. وهنكتب دلوقتي الكابيتال لتر وسمول لتر. ما تنساش تطبع الورقة اللي تحت في الديسكريبشن وتتمرن عليها، او تمرني الطفل عليها عشان خطه ياخد على سيستم الكتابة بهذه الطريقة. معنا حرف الدي كابيتال، يبقى كده ده حرف الدي. حرف الدي كابيتال، حرف الدي كابيتال، بينزل لغاية هنا حرف الدي كابيتال. تاني اهو عصاية كده، وبعدين نص دايرة، ده حرف دي، حرف الدي اهو. تاني اهو حرف الدي، تاني حرف الدي. ممكن تطبع الورقة مرة واثنين وثلاثة وتتمرن عليها لغاية ما ايدك تاخد على الكتابة. ده حرف الدي كابيتال، كابيتال لتر. عايزين ناخد سمول لتر، هيبقى بالشكل ده، سمول لتر، عصاية كده والدايرة الناحية التانية، لأن الدايرة بتاعت البي الناحية اليمين، دايرة الدي ناحية الشمال. خلاص نكتبه تاني اهو، حرف الدي اهو، تاني حرف الدي اهو، تاني حرف الدي اهو، تاني اكتبه تاني حرف الدي. another time، دي letter، دي lower case، دي capital letter، lower case letter، capital letter. تبقى كمان مرة عشان خاطر الحبايب، اهي كابيتال دي. طبعا في الاسطر اللي هطبعها هتكون مظبوطة عن كده شوية، لان هتكون مطبوعة بالبرينتر، هتكون اظبط من كده شوية. وهناخد دلوقتي الكلمات بتاعت حرف الدي. دي is for dog، yes دي is for dog، دي is for dog، دي is for doll، دي is for doll، D is for dinosaur. D is for dinosaur. Dinosaur. D is for door. D is for door. D is for door. D is for duck. D is for duck. D is for dancing. Dancing. وبكده حبايبي نكون خلصنا حرف الدي. ما تنساش تطبع الورقة اللي تحت وتتمرن عليها مرة واثنين وثلاثة. وما تنساش برضو تعمل سبسكرايب للقناة وتشير الفيديو لأصحابك وتديني لايك للفيديو لو الفيديو عجبك، وتكتب لي كومنتس تحت أي حاجة أنت عايزها. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله، مع تحياتي مستر سعيد بدوي.